لو جيت وقلت لك ان جسمك درجة حرارته 37 درجة مئوية هتشوفها معلومة عادية جدا ومش هتستغرب، ولو جيت وقلت لك ان المية بتغلي عند 100 درجة مئوية برضه هتشوفها معلومة عادية جدا ومش هتستغرب، لكن لو جيت اقول لك ان الفراغ درجة حرارته 3 درجات يا هتقول عليا مجنون، عشان يعني ازاي حاجة ملهاش وجود او فراغ يكون لها درجة حرارة، او انك هتخرج بره الصندوق وتفكر زي ما جيم بيبلس فكر. هتسألني مين جيم بيبلس ده؟ هقول لك ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش، بس انا هعرفك عليه لكن بعد الفاصل. السلام عليكم. اشهر النظريات المعروفة لتفسير نشأة الكون هي نظرية البيج بانج او الانفجار العظيم. النظرية دي بتقول ان الكون في البداية كان عبارة عن نقطة متناهية في الصغر متناهية في الكثافة، النقطة دي انفجرت وتوسعت وكونت كل الكون اللي موجود حاليا. وبرغم ان الموضوع ده يبان انه نوع من انواع الخيال العلمي، الا ان النظريه دي كان لها شواهد كتير جدا بتثبتها وتؤيدها، وخلت النظريه دي من اقوى النظريات اللي بتفسر نشاه الكون. في البدايه كان الاعتقاد السائد ان الكون اللي احنا عايشين فيه ده ازلي ولا نهائي. ازلي يعني هو اتعمل كده وهيفضل طول عمره كده، ولا نهائي بمعنى ان هو ملهوش نقطه بدايه وملهوش نقطه نهايه. والاعتقاد ده الناس فضلت مقتنعه بيه ومؤمنه بيه لحد ما جه في القرن ال17 العالم الالماني هنريك ويليام اولبر قال يا جماعه الكلام ده مش مظبوط. ليه يا عم اولبر؟ قال ببساطه لو الكون بتاعنا لا نهائي معنى كده ان عدد النجوم فيه لازم يكون هو كمان لا نهائي، وبالتالي اي مكان هتبص فيه هتلاقي نجوم، وده هيخلي السماء منوره بالليل بالكامل. لكن ما دام الكلام ده مش حاصل والسماء بتاعتنا مظلمه بالليل، معنى كده ان الكون بتاعنا نهائي واحتمال كمان ما يكونش ازلي ويكون بيتغير. قالوا له بقى اهدى علينا وفهمنا الكلام ده بالراحه. قال اعتبره اننا موجودين على الارض وبتحيط بنا السماء في صوره طبقات اشبه بالكور. اول طبقه بالنسبه لنا على بعد مسافه معينه وفيها عدد معين من النجوم. لو جيت تشوف مساحه الطبقه الاولى دي اللي هي عباره عن كوره، هتلاقي ان مساحتها 4 باي في مربع نصف القطر، بما يعني ان المساحه بتتناسب تناسب طردي مع مربع المسافه. افترض بقى ان الطبقه الثانيه على بعد ضعف المسافه، يبقى في الحاله دي المساحه زادت بمعدل 4 اضعاف، وما دام المساحه زادت 4 اضعاف يبقى هتقدر تشيل 4 اضعاف عدد النجوم اللي كانت في الطبقه الاولى. معنى كده ان انا لو انا عندي كون لا نهائي يبقى انا عندي عدد لا نهائي من الطبقات وعدد لا نهائي من النجوم، والمفترض ان السماء تفضل منوره بالليل بالكامل. قالوا له لا يا حب، انت ما تعرفش ان شده الضوء بتقل مع زياده المسافه ولا ايه؟ يعني ممكن يكون عندك عدد لا نهائي من النجوم لكن النجوم دي بعيدة جدا، وبالتالي الضوء بتاعها هيوصل ضعيف جدا او يكاد يكون منعدم. انت ما تعرفش قانون التربيع العكسي ولا ايه؟ قال لهم لا انا اعرف طبعا قانون التربيع العكسي، انتوا اللي ما تعرفوهوش. قانون التربيع العكسي بيقول ان شدة الضوء بتتناسب تناسب عكسي مع مربع المسافة، يعني لو المسافة زادت للضعف شدة الضوء هتقل للربع، يعني شدة الضوء اللي هتيجي من الطبقة التانية صحيح هتبقى ربع شدة الضوء اللي جاية من الطبقة الأولى، لكن الطبقة التانية فيها عدد 4 أضعاف النجوم اللي موجودة في الطبقة الأولى، وبالتالي شدة الضوء اللي هتيجي من الطبقة التانية بالظبط قد شدة الضوء اللي بتيجي من الطبقة الأولى. في الحالة دي هيبقى عندي عدد لا نهائي من الطبقات شدة الضوء فيها قد شدة الضوء اللي بتيجي من الطبقة الأولى بالظبط، مش أضعف ولا حاجة. وما دام الكلام ده مش حاصل يبقى الكون بتاعنا له نقطة بداية وله نقطة نهاية، واحتمال كمان ما يكونش أزلي ويكون بيتغير. طبعا ألبرت أينشتاين ما كانش مقتنع بكلام هنريك أولبر تماما، وكان معتقد إن الكون بتاعنا ده كون ثابت مش بيتغير، ربنا خلقه بشكل معين وهيفضل بالشكل ده إلى ما لا نهاية. وبرغم اقتناعه بالكلام ده إلا إن الاعتقاد ده كان مسبب له مشكلة كبيرة جدا في النظرية النسبية العامة اللي هو عملها. الكون الثابت الأزلي ده لازم يفنى وينتهي، لأن في النهاية الجاذبية هتلم كل المادة اللي في الكون وتسحقها، لكن الكلام ده ما بيحصلش والكون مش بينسحق على بعضه ولا حتى بيقرب من بعضه، وبالتالي كان لازم حلل الموضوع ده. تعمل ايه يا ألبرت؟ تعمل ايه يا ألبرت؟ قالك بس احنا نحط ثابت في المعادلة عشان يعادل تأثير الجاذبية. يعني إذا كانت الجاذبية المفترض إن هي تلم المادة وتسحقها،
الثابت ده هيمثل طاقة الفراغ اللي هتمنع ان الكون يلم على بعضه، وكأن الفراغ اصبح عنده جاذبية مضادة بتمنع تأثير الجاذبية، وده هيمنع ان الكون يضم على بعضه وينسحق. وطبعا واحد بعبقرية اينشتاين كان لازم يحطه في المعادلة بطريقة ما تأثرش على حسابات الجاذبية ولا حسابات التسارع، وسمى الثابت ده الثابت الكوني. وقد كان اينشتاين حط الثابت الكوني في المعادلة، لكن دايما كان ضميره بيأنبه وحاسس ان في مشكلة او حاجة غلط في المعادلة بتاعته، لحد ما جه سنة 1922 عالم الفلك الروسي الكسندر فريدمان والعالم الفرنساوي جورج لوماتر، وعملوا نموذج رياضي مشتق من معادلات اينشتاين اثبتوا فيه ان الكون مش بس ثابت، ده كمان بيتوسع. جورج لوماتر تحديدا كان كاهن كاثوليكي بجانب ان هو كان عالم رياضيات، وقال يا جماعة مادام الكون بيتوسع معنى كده انه في الماضي كان اضيق، وكل ما رجعت في الماضي اكتر هتوقع ان الكون كان اضيق واضيق، لحد ما هوصل لمرحلة الكون فيها كان صغير جدا قد ذرة واحدة فقط، الذرة دي هي اللي انفجرت وتوسعت وكونت الكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وسمى الذرة دي البرايميفال اتوم او الذرة البدائية. طبعا الاستنتاج ده كان استنتاج نظري مبني على معادلات اينشتاين اللي فيها مشكلة الثابت الكوني، وبالتالي اكتر واحد فرح بالموضوع ده هو ألبرت اينشتاين، لانه ببساطة حلله مشكلة الثابت الكوني بتاعه. لكن المجتمع العلمي كان رافض الفكرة دي لانها شبيهة بفكرة الخلق من منظور الدين، وبالتالي اعتقدوا ان خلفية جورج لوماتر الدينية هي كانت السبب في تفسيره لنشأة الكون. انت متخيل ان الرفض في البداية لنظرية البيج بانج كان عشان خلفية الرجل الدينية، النظرية اللي بتستخدم دلوقتي لدحض فكرة الخلق من الاساس، وكأن الايديولوجيات المختلفة بتلوي ذراع العلم ليا ليناسب محتواها. المهم يا سيدي ان الخلاف ده فضل موجود لحد ما جه ادوين هابل وحسم الموضوع. اينشتاين في النظريه النسبيه الخاصه والعامه توقع ظاهره بتحصل للموجات اسمها دوبلر افكت او تاثير دوبلر، ولو انت تابعت معايا حلقات النسبيه المفروض تكون عارف ايه هي الظاهره دي بالظبط. لكن باختصار سريع، اي جسم بيشع ضوء وبيتحرك، الضوء اللي طالع منه لونه بيختلف على حسب سرعته واتجاه حركته. لو الجسم ده بيقرب منك الضوء اللي طالع منه بيزرق او بيحصل له انزياح ازرق، ولو الجسم ده بيتحرك وبيبعد عنك الضوء اللي طالع منه بيحمر او بيحصل له انزياح احمر. ادوين هابل لما جه وراقب المجرات لقى ان الضوء اللي طالع منها دايما بيميل انه يكون ناحيه اللون الاحمر، وبالتالي طبقا لكلام ألبرت اينشتاين المفروض كده ان المجرات دي بتبعد عننا. ادوين هابل في الحقيقه لا كان يهمه الكون بيتوسع ولا ما بيتوسعش، الراجل كان بيراقب النجوم وكان بيدرس الطيف بتاعها عشان يعرف تركيبها، والموضوع جه معاه بالصدفه. احنا خلاص بقينا عارفين ومدركين ان الضوء بيصدر نتيجه لحركه الالكترونات، الكترون بيكتسب طاقه ينط لمستوى اعلى يرجع يفقد الطاقه دي ويرجع للمستوى الاصلي، والطاقه دي بتطلع في صوره ضوء، وبالتالي كل عنصر هيطلع اضواء بالوان مختلفه او اضواء اطوالها الموجيه مختلفه، لان كل عنصر فيه عدد مختلف من الالكترونات وعدد مختلف من مستويات الطاقه، وبالتالي مش كل عنصر الالكترونات هتتنطط فيه زي بعضها. الطيف اللي بيطلع من العنصر لما بيكتسب طاقه وبيرجع يفقدها بيسموه طيف انبعاث العنصر، وزي ما العنصر بيطلع ضوء بلون معين لما بيكتسب طاقه وبيرجع يفقدها، العنصر برضه بيقدر يمتص الضوء اللي باللون ده لان فيه الطاقه اللي قادره انها تنطط الكتروناته. يعني لو عنده عنصر بيطلع طيف انبعاث باللون الاحمر وعدى عليه ضوء فيه جميع الاطوال الموجيه وجميع الالوان، فمش هيقدر يمتص منه غير اللون الاحمر فقط، لان هو ده اللون الوحيد اللي بيقدر ينطط الكتروناته، وباقي الالوان اللي موجوده في الضوء او باقي الاطوال الموجيه هتعدي من عنصر بدون ما يمتصها، وفي الحاله دي بيسموا الطيف الناتج بطيف امتصاص العنصر، وبالتالي طيف انبعاث العنصر وطيف امتصاصه زي بصمه العنصر بالظبط، لو شفت واحد منهم هعرف ان العنصر ده موجود. في بطن النجوم درجة الحرارة بتكون عالية جدا، ما بتقدرش الذرة تحافظ على تماسكها جوه بطن النجم، الالكترونات بتبقى لوحدها والبروتونات بتبقى لوحدها والنيوترونات بتبقى لوحدها، وبطن النجم بيبقى عبارة عن شوربة من الالكترونات والبروتونات والنيوترونات بيسموها البلازما. الالكترونات في الحالة دي بتبقى حرة ومش موجودة في مستويات طاقة، وبالتالي قادرة انها تتنطط في جميع المستويات وقادرة انها تطلع ضوء بجميع الاطوال الموجية او بجميع الالوان. لكن في سطح النجم الموضوع مختلف، درجة الحرارة بتبقى اقل والذرة قادرة انها تتكون، ومعظم سطح النجم بيبقى عبارة عن غازات سخنة زي الهيليوم والهيدروجين، يقوم الضوء اللي طالع من قلب النجم معدي على الغازات اللي موجودة في سطحه، تقوم الغازات دي تمتص الاطوال الموجية اللي بتنطط الكتروناتها وتعدي بقية الاطوال الموجية
او الالوان بدون ما تمتصها، وبالتالي الطيف بتاع النجم مش هيوصلنا كامل، ده هيوصلنا ناقص الاطياف المميزه للعناصر اللي موجوده في سطحه. بما يعني ان انا لما اجي وادرس الطيف بتاع النجم والاقيه ناقص الطيف بتاع الهيدروجين يبقى الهيدروجين موجود في سطحه، ولما اشوف الضوء ناقصه الطيف بتاع الهيليوم يبقى الهيليوم موجود في سطحه، وهكذا. ده الطبيعي وده المتعارف عليه وده اللي كان المفروض يلاقيه هابل، لكن هابل لقى حاجه غريبه. كل ما النجم كان ابعد كل ما الطيف بتاعه اترحل اكتر، يعني بصمه الهيدروجين موجوده بس مش موجوده في مكانها الطبيعي، دي مترحلة ناحية الضوء الأحمر، وبصمة الهيليوم موجودة بس برضه مش موجودة في مكانها الطبيعي، مترحلة ناحية الضوء الأحمر. وكل ما النجم ده مكان أبعد كل ما الترحيل بتاعه مزاد، وخد بالك إن الترحيل دايما كان بيمشي في اتجاه الضوء الأحمر مش أي ضوء تاني، وما كانش فيه أي حاجة تفسر الانزياح ده إلا إن النجوم دي بتبعد عننا نتيجة لتأثير دوبلر اللي قال عليه أينشتاين. المشكلة إن هابل لما جه يحسب سرعة تباعد النجوم دي من مقدار الانزياح لاحظ حاجة أغرب وأغرب. إدون هابل لاحظ إن كل ما النجم أو المجرة كان أبعد كل ما اتحرك وبعد عننا بسرعة أكبر، واكتشف إن معدل الزيادة في السرعة بتاعت النجوم ما بتزيدش بشكل عشوائي، ده بتزيد بمعدل ثابت، تحديدا 73 كيلومتر في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي، بمعنى إن سرعة النجم كل مليون فرسخ فلكي بتزيد بمعدل 73 كيلومتر في الثانية. يعني لو بيننا وبين النجم مليون فرسخ فلكي فالسرعة اللي هيبعد بيها النجم عننا 73 كيلومتر في الثانية، ولو بيننا وبين النجم 2 مليون فرسخ فلكي اضرب السرعة دي في 2، يعني النجم هيبعد عننا بسرعة 146 كيلومتر في الثانية، وهكذا. يعني قيمة السرعة بالنسبة للمسافة دايما قيمة ثابتة، وسموا القيمة دي بثابت هابل، وده واحد من اشهر الثوابت الكونية في علم الفلك. طب ايه هو بقى الغريب في الموضوع ده؟ لا طبعا الموضوع غريب جدا، لان ثبات القيمة دي ما يقدرش يخليك تقول ان النجوم دي بتتحرك وبتبعد عننا، والا كان كل نجم اتحرك بسرعه مختلفه. ايه اللي مثبت القيمه دي بالنسبه للمسافه؟ الموضوع ده ملوش غير تفسير واحد، وهو ان النجوم دي ما بتتحركش ولا حاجه، ده الكون هو اللي بيتوسع، زي بالظبط البالونه اللي مرسوم عليها مجموعه من النقط. لو جيت نفخت البالونه دي هتكتشف ان النقط اللي عليها بتبعد عن بعضها، وكل ما النقط دي كانت بعيده عن بعضها كل ما سرعه تباعدها تبان ان هي ازيد، وهتكتشف دايما ان قيمه زياده السرعه بالنسبه للمسافه على سطح البالونه دايما قيمه ثابته. يعني النقط اللي موجوده على سطح البالونه اصلا ما بتتحركش، لكن البالونه بتتنفخ وبتتوسع، فانت بيبان لك ان النقط دي بتتحرك وبتبعد عن بعضها، وهتلاقي دايما ان الزياده في السرعه بتاعت البالونه مرتبطه بالمسافه. واذا كان الكون بيتوسع مع مرور الوقت، معنى كده انه في الماضي كان كتلة واحدة او نقطة واحدة زي ما جورج لوماتر قال، والموضوع هنا تخطى فكرة انه اثبات رياضي، ده اثبات تجريبي عملي، وبالتالي خلفية جورج لوماتر الدينية ملهاش علاقة بالموضوع. الجميل بقى في ثابت هابل انك معرفتش ان الكون بيتوسع وبس، ده انت كمان تقدر تحسب منه بيتوسع من امتى، او بمعنى تاني تقدر تحسب عمر الكون. هابل بيقول ان النجوم سرعتها بتزيد 73 كيلومتر في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي، يبقى لو عايز اعرف النجوم دي كانت قريبة من بعضها امتى، يبقى لازم اعرف النجم اللي سرعته 73 كيلومتر في الثانية قطع المليون فرسخ فلكي ده في قد ايه؟ سرعة بتساوي مسافة على زمن، يبقى زمن بيساوي مسافة على سرعة، المسافة هي مليون فرسخ فلكي او 3.1 × 10^19 كيلومتر، والسرعة هي 73 كيلومتر في الثانية. اقسم الاتنين على بعض هتلاقي ان عمر الكون تقريبا 13.4 مليار سنة. وبرغم ان ثابت هابل كان دليل عملي على عملية توسع الكون، وبالتالي في الماضي الكون ده كان اضيق وده بيأيد فكرة الانفجار، الا اننا معرفناش الكون في الماضي كان شكله ايه، ولا انفجر ازاي، ولا انفجر ليه. سنة 1940 عالمين، واحد اسمه رولف الفر والتاني اسمه روبرت هيرمان، لاحظوا ملاحظة غريبة جدا، ان الكون بتاعنا 75% منه هيدروجين و25% منه هيليوم والباقي شوية عناصر بيمثلوا نسبة تكاد لا تذكر. النسبة الضخمة للهيدروجين دي خلتهم يتوقعوا ان الكون في بدايته كان كله هيدروجين، ونسبة كبيرة منه اتحولت لهيليوم بعد كده ظروف الكون اتغيرت وبدأ يكون باقي العناصر على مهله بنفس الطريقة اللي بيكونها بيها دلوقتي. والكلام ده معناه ان الكون في البداية كانت درجة حرارته عالية جدا، لان عشان اكون الهيليوم لازم ادمج انوية الهيدروجين، ومش هينفع ادمج انوية الهيدروجين في درجة حرارة اقل من 10 مليون كلفن. وفي الكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الكلام ده ما بيحصلش الا جوه باطن النجوم، معنى كده ان الكون في بدايته
كله كانت درجة حرارته نفس درجة حرارة باطن نجم من اللي موجودين في الكون بتاعنا دلوقتي. يعني الكون كله كان سخن جدا ودرجة حرارته اكبر من 10 مليون كلفن، ما فيهوش بقى نجم سخن وكوكب بارد ولا الكلام ده، الكون كله كان سخن. في درجة الحرارة العالية دي انوية الهيدروجين اندمجت مع بعضها وبدأت تكون الهيليوم بمعدلات سريعة جدا. لكن اللي حصل ان الكون فضل يتوسع زي ما ايدون هابل اثبت، ولما توسع برد ودرجة حرارته قلت عن 10 مليون كلفن، وبالتالي ما عادش الاندماج بيحصل وتوقف تحول الهيدروجين لهيليوم عند نسبة 25% فقط او ربع الكمية. طب وباقي العناصر؟ باقي العناصر ما تكونتش الا ما الهيدروجين والهيليوم بدأوا يكونوا النجوم. وبعد ما كان الكون كله بيدمج الانوية، النجوم بس هي اللي بقت بتقوم العملية دي، وبالتالي باقي العناصر اتكونت بنسبة بسيطة جدا لا تقارن بالهيدروجين والهيليوم. طبعا الكلام ده كان محض توقعات، مجرد ملاحظة معينة بنوا عليها قصة كاملة، وان كانت القصة دي شيقة الا ان حبكتها ما كانتش قويه. لكن سنه 1960 جه عالمين، واحد اسمه روبرت لامؤاخذه ديك والتاني اسمه جيم بيبلس، واللي خد جايزه نوبل السنه اللي فاتت، وقالوا يعني لو كان كلام الرجاله دي مظبوط فلازم يكون فيه دليل موجود في الكون بتاعنا لحد دلوقتي عشان ينصفهم، والا يعني كل قرد يلزم شجرته. طب ايه هو الدليل يا اخوانا واحنا ندور عليه؟ قالوا اذا كان الكون في الماضي كان سخن وصغير ومضغوط وكله ماده، وبالتالي ما كانش جواه فراغ، لما بدا يتوسع ويكون النجوم والمجرات اصبح الفراغ موجود جواه. يعني الفراغ ده ما ينفعش يكون فراغ بارد، لازم تكون درجة حرارته اكبر من الصفر المطلق. قال له صباح الفل، فراغ اللي سخن وبارد، هو الفراغ ده حاجة اصلا عشان تقول لي فراغ سخن وفراغ بارد؟ قال لهم صبرا هنبسطها لكم. اي جسم سخن بيطلع اشعاع، لان زي ما قلنا حرارة هتنطط الكترونات تطلع ضوء، وباختلاف درجة الحرارة بتختلف الطاقة وبيختلف الطول الموجي للضوء او الاشعاع الناتج. سهلة وانها 1000 مرة، لكن الموضوع ما بيبقاش عشوائي. طاقة اعلى هيطلع لي اشعاع او ضوء طاقته اعلى، يعني الطول الموجي بتاعه اقصر. وتقدر انك تحسب درجة حرارة اي جسم عن طريق انك تقيس الطول الموجي للاشعاع او الضوء اللي بيطلعه من قانون مشهور اسمه قانون وينز، اللي بيقول ان درجة حرارة اي جسم مضروبة في الطول الموجي للاشعاع اللي بيطلعه بيساوي دايما قيمة ثابتة اللي هي 29 من 10,000، وده طبعا بينطبق على اي حاجة درجة حرارتها اعلى من الصفر المطلق. جسمك نفسه تقدر انك تعرف درجة حرارته عن طريق انك بتقيس الطول الموجي للضوء او الاشعاع اللي طالع منه وتدخلها في العلاقة دي، وتقدر تعرف درجة الحرارة. وفي ترمومترات كتيرة جدا بتقيس درجة الحرارة بنفس الفكرة دي. ولو انت متابع اخبار فيروس كورونا في الفترة الاخيرة هتلاقيهم ماسكين حاجة شبه المسدس كده بالظبط، بيقيسوا بها درجة الحرارة. هو ده الترمومتر اللي بيقيس الاشعاع وياخده يدخله في العلاقه دي ويحسب منه درجه الحراره. المهم ان بيبلس قال الكون في بدايته كان سخن، وبالتالي كان بيطلع اشعاع او ضوء طاقته عاليه جدا وطوله الموجي قصير جدا. الكون اتمدد وبرد، وبالتالي الموجات دي اتمطت معاه وطول الموجة اصبح كبير ودرجة حرارتها اصبحت قليلة. وصح الفراغ ما فيهوش مادة، بس الموجات دي لازم تكون موجودة فيه لحد دلوقتي. وعمل مجموعة من الحسابات الرياضية قدر يتوقع بيها ان الموجات دي هتكون في منطقة المايكروويفز، وبالتالي درجة حرارتها هتكون في حدود 3 كلفن، او سالب 270 درجة سيليزيوس، او اعلى من الصفر المطلق ب3 درجات. والاشعة دي هي الدليل الوحيد ان الكون فعلا كان ضيق وكان سخن جدا، بعد كده تمدد وبرد، والمفترض انها تكون موجودة في كل مكان في الكون الحالي. وخد بالك بقى من نقطة مهمة، ان الكون الحالي مليان نجوم، والنجوم دي سخنة وعمالة بتطلع اشعاع في كل مكان في الفضاء بجميع الاطوال الموجية. انت محتاج تلاقي اشعة محددة درجة حرارتها 3 كلفن وسط الاشعة دي كلها. والموضوع ده مش سهل، انت كده بالظبط كأنك بتدور على ابرة في كوم قش. بس هيسهل شوية العملية دي ان الاشعة دي لها خاصية مهمة جدا، انها موجودة بنفس درجة الحرارة في جميع الاتجاهات، لان مصدرها كان الكون كله بدرجة حرارة ثابتة، مش مصدرها نجم معين او مجرة معينة هتشوفها في اتجاه بدرجة حرارة وفي اتجاه بدرجة حرارة مختلفة. لا، الاشعة دي درجة حرارتها ثابتة في جميع الاتجاهات. ولو لقيت الاشعة دي يبقى تقدر انك تقول بقلب جامد ان فعلا الكون كان ضيق وسخن، بعد كده حصل له تمدد وبرد. لكن اذا كان كلام الفر وهيرمان كان مبني على نسب الهيدروجين والهيليوم وعبارة عن مجرد توقعات، فكلام بيبلس برضو كان مبني على مجموعة من الحسابات الرياضية. وما تقدرش تقول ان كلام الرجالة دي كلها سليم الا اذا لقيت الموجات دي الاول. وبالتالي بيبلس وديك قرروا ان هم يعملوا تلسكوب عشان يدوروا بيه على الموجات دي،
وبدأوا فعلا في تنفيذ الفكرة في عالم موازي تاني سنة 1965. عالمين أمريكيين، واحد اسمه أرنو بنزياس والتاني اسمه روبرت ويلسون، كانوا شغالين على تطوير الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات، وكانوا عاملين تلسكوب عشان يرصدوا بيه الموجات الميكروية. بترصدوها ليه طيب يا جماعة؟ قالوا ببساطة الموجات دي زي ما هي قادرة تسخن الأكل بتاعك وتحرقه كمان، قادرة برضو إنها تدمر القمر الصناعي، وبالتالي لازم أرصد الموجات دي وأدرسها كويس وأعرف إيه اللي موجود منها في المدار بتاع القمر عشان أقدر أأمن القمر كويس. المايكروويفز دي هي نفس الموجات اللي بيلقطها التلفزيون أو الريسيفر بتاعك، واللي بيتحمل على كل تردد منها قناة معينة. ولو أنت شاب جميل تمانيناتي تسعيناتي وفاكر أيام زمان صوت الوش اللي كان بيجي لما التلفزيون بيقفل، أو صوت الوش ده عبارة عن المايكروويفز اللي موجودة في الفضاء بجميع تردداتها. ولو الأشعة اللي درجة حرارتها 3 كلفن موجودة فعلا، فهي تبقى عبارة عن تردد موجود ما بينهم. المهم الرجالة دي وهما بيرصدوا المايكروويفز لقوا موجة غريبة جدا موجودة في كل مكان ومش عارفين ايه مصدرها. قالوا بس يمكن الحساس بيسخن، احنا نبرده ونرجع نشغل التلسكوب تاني ونشوفها موجودة ولا لا. بردوا الحساس لأربعة سيليزيوس ورجعوا يبصوا تاني، لقوا الموجات لسه موجودة. قالوا يمكن الموجات دي مصدرها المدينة، احنا نوجه التلسكوب للمدينة بدل الفضاء، لو الموجات دي وضوحها زاد يبقى فعلا مصدرها المدينة. وبالفعل وجهوا التلسكوبات للمدينة، لقوا ان الموجات شدتها ثابتة، يبقى المدينة مش هي السبب. قالوا بقى خلاص مفيش كده غير الانتنة، تعال نطلع نشيك على الانتنة ونشوف ايه المشكلة اللي جواها. وبالفعل طلعوا بصوا على الانتنة، لقوا في حمامة قررت بشكل ما تفضي فضلاتها على الانتنة. قالوا بس يبقى الفضلات هي السبب. نظفوا الانتنة وشغلوا التلسكوب من جديد، لقوا ان الموجات زي ما هي وما اتغيرتش. فخلاص كده غلوا بحمارهم، كل حاجة ممكن تتعمل هم عملوها. قالوا اكيد في حاجة غلط، احنا لازم نسأل حد بيفهم اكتر في التلسكوبات. مين كان شغال وبيعمل تلسكوبه عشان يثبت ان الكون كان سخن وضيق؟ بالظبط بيبلس وديك. قالوا لهم يخرب بيتكم، ده هي دي الموجات اللي احنا بندور عليها. وعلى الرغم ان بيبلس وديك هم اول ناس تنبؤوا بالموجات دي، الا ان بنزياس وويلسون هم اللي اخدوا جائزة نوبل. الموجات دي اتسمت بالكوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن، او اشعه الخلفيه الكونيه المايكرويه، وهي دي كانت الاثبات الفعلي والعملي على ان الكون كان ضيق وسخن بعد كده توسع وبرد. طبعا اكتشاف اشعة الخلفية الكونية كان بمثابة اكتشاف برضية او مقبرة اثرية مكتوب عليها تاريخ الكون كله، وبالتالي كان لازم يتم دراستها عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط والكون ده اتكون ازاي. وعشان يتم دراستها اتعمل تلسكوب تاني سنة 1989 اسمه الكوبي ساتلايت، والتلسكوب ده تم اطلاقه في الفضاء عشان يدرسها بدقة بدل ما يدرسها على الارض ويكون الغلاف الجوي شتتها وما عادتش مركزة. وبالفعل التلسكوب درس الموجات دي ولقى ان طولها الموجي 1.64 مليمتر تحديدا، يعني لو جيت تحسب درجة حرارتها هتلاقي ان درجة حرارتها في حدود 2.74 كلفن، بفارق 0.3 درجة عن توقعات بيبلس. طيب هايل، احنا كده عرفنا من اولبر وهابل ورالف وبيبلس ان الكون كان ضيق وسخن وبعد كده توسع، لكن توسع قد ايه ودرجة حرارته كانت كام تحديدا؟ اسئلة كانت لسه اجاباتها ناقصة، لسه شكل الكون في الفترة دي مبهم محدش يعرفه. احنا قلنا ان عشان الهيدروجين يكون هيليوم درجة حرارة الكون لازم ما تكونش قلت عن 10 مليون كلفن، ودي اقل درجة حرارة ممكن يحصل فيها الاندماج. ولو جيت تدخل درجة الحرارة دي في قانون وينز هتكتشف ان الموجات وقتها كان طولها الموجي 0.03 نانومتر. فلو انت عايز تعرف الكون اتمدد كم مرة، قارن بقى الطول الموجي للموجات وقتها بالطول الموجي للموجات في الوقت الحالي بعد ما الكون اتمدد. اقسم بقى الرقمين على بعض هتكتشف ان الكون اتمدد 30 مليون مرة على الاقل، وده معدل الزيادة في نصف القطر فقط. لو عايز تعرف معدل التضخم في الحجم كعب الرقم ده هيطلع لك رقم خرافي. بس خد بالك برضو ان مقدار التوسع ده حصل بعد ما الكون كانت درجة حرارته 10 مليون كلفن، ودي اقل درجة حرارة ممكن يحصل فيها الاندماج. يعني الكون كانت درجة حرارته اعلى من كده، وفي تاريخ قديم قبل المرحلة دي بكتير جدا. وعشان تعرف درجة حرارة الكون في الماضي وتعرف هو اتمدد قد ايه، ما تحسبش عن درجة حرارة اللي حصل عندها الاندماج، انت محتاج ترجع ورا شويتين، ورا قبل حتى الهيدروجين نفسه ما يتكون، وقت تكون البريونات اللي كونت المادة، وقت تكون الالكترون والبروتون والنيوترون نفسهم. طب الكلام ده
يتحسب ازاي؟ معروف ان الطاقة والمادة وجهين لعملة واحدة، المادة ما هي الا طاقة والطاقة ما هي الا مادة، والمعادلة اللي بتقدر تحول ما بينهم هي اشهر معادلة لألبرت اينشتاين واشهر معادلة في الفيزياء تحديدا، E بتساوي MC سكوير او الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. لكن التحويل ما بين الطاقة والمادة مش دايما بيحتاج لقنبلة نووية، ده هو بيحصل بشكل دايم وطول الوقت. فاكرين في حلقة ميكانيكا الكم الخامسة لما اتكلمنا عن التقلبات الكمية او الكوانتم فلكشويشنز اللي بتخلي صفحتين يقربوا لبعض بدون ما اثر عليهم باي قوة؟ عموما لو مش فاكرين ممكن ترجعوا الحلقة وتفرجوا عليها من جديد. المهم باختصار سريع برضو، في التقلبات الكمية دي الطاقة اللي موجودة في الفراغ بتتحول لمادة ومادة مضادة، المادة والمادة المضادة بيبيدوا بعض ويرجعوا يتحولوا لطاقة من جديد، والعملية دي شغالة وبتحصل طول الوقت. واحد هيسألني طب ليه انا ما حسش بالكلام ده؟ ليه مثلا ما بقاش قاعد الاقي سكارليت جوهانسون طلعت من الفضاء؟ هقول لك ده ما بتقدرش تحسه عشان ثلاث اسباب. اولا لانك بائس مش هينفع يطلع لك سكارليت جوهانسون. ثانيا عملية التقلبات الكمية دي بتحصل في ازمنة غير محسوسة عقلك ما يقدرش يدركها زي ما هنتكلم بعد كده. ثالثا عشان تكون سكارلت فانت محتاج طاقة تتحول لوزن تقريبي 55 كيلو اللي هو وزن سكارلت. اضرب بقى ال 55 كيلو في مربع سرعة الضوء هيطلع لك رقم غريب جدا، يعني انت محتاج ان الفراغ يكون فيه طاقة تعادل 100,000 قنبلة نووية من اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي عشان تقدر تكون سكارلت. وبالتالي انت مش محتاج اقولك ان الجو هيكون فيري فيري هوت. بس انا هستأذنك نسيبنا من سكارلت دلوقتي، كتر الف خيرها لطفت لنا الجو شويه، ونرجع للكون بتاعنا ونشوف لو انا عايز اكون بروتون والكترون هكون محتاج طاقه قد ايه بالظبط. انت عارف كتله الالكترون وعارف كتله البروتون، وبالتالي اضرب الكتله في مربع سرعه الضوء هيطلع لك الطاقه، يعني انت محتاج فوتون في كميه الطاقه دي عشان تقدر تكونهم، صح؟ لا مش صح، انت محتاج تضرب الطاقه دي في 2، او بمعنى تاني انت محتاج فوتون فيه ضعف الطاقة دي، لان احنا قلنا ان الطاقة مش بتتحول لمادة، دي بتتحول لمادة ومادة مضادة، يعني الفوتون مش هيتحول لبروتون بس، ده هيتحول لبروتون وبروتون مضاد يعني ضعف الكتلة، والالكترون مش هيتحول لالكترون بس، ده هيتحول لالكترون والكترون مضاد، وبالتالي في الحالتين انت محتاج ضعف الطاقة. ومن الطاقة دي هقدر اعرف الكون اتوسع قد ايه ودرجة حرارته كانت كام، عن طريق ان احسب الطول الموجي للفوتون ده كان قد ايه بالظبط. لو قارنت الطول الموجي ده بالطول الموجي للموجات اللي موجودة حاليا هعرف الكون اتمدد قد ايه، ولو دخلت الطول الموجي ده في قانون وينز هقدر اعرف الكون كانت درجة حرارته كام. الكلام ده كله بقى هيتم ازاي؟ الطاقة بتساوي ثابت بلانك في التردد، والتردد بيساوي سرعة الضوء مقسومة على الطول الموجي بتاع الفوتون، وبالتالي الطول الموجي بتاع الفوتون هيساوي ثابت بلانك مضروب في سرعة الضوء ومقسوم على الطاقة اللي موجودة في الفوتون. وانا كان معايا الطاقة اللي موجودة في الفوتون اللي هيكون بروتون واللي هيكون الكترون، عوض بقى في المعادلة هيطلع لك الطول الموجي للفوتون اللي هيكون بروتون واللي هيكون الكترون. لو جيت اخدت الطول الموجي للفوتون اللي كون البروتون عشان ده طاقته اعلى وقارنته بطول الموجات الحالي، هتكتشف ان الكون اتمدد 1.5 تريليون مرة على الاقل، مش 30 مليون مرة زي ما حسبناها قبل كده. ولو جيت اخدت الطول الموجي للفوتون اللي بيكون بروتون ودخلته في قانون وينز، هتكتشف ان درجة حرارة الكون كانت 4 تريليون درجة، مش 10 مليون كلفن زي ما كنا حاسبين، ودي برضو اقل درجة حرارة ممكن يتكون عندها البروتون، يعني البروتون ممكن يتكون في درجات حرارة اعلى من كده، وبالتالي درجة حرارة الكون تقدر برضو انك تتوقع انها كانت اعلى من كده. بس احنا لغاية دلوقتي عرفنا ان الكون مش ازلي، وانه كان صغير وسخن وبدأ يتوسع ويبرد، وعرفنا صورة تقريبية لدرجات حرارة الكون في مراحله الاولى ودرجات الحرارة اللي اتكونت عندها مكونات الذرة. فاضل بس اننا نرتب المعلومات دي ونطلع بسيناريو او بنظرية تقدر تحكي لنا ازاي الكون اتولد وايه المراحل اللي مر بيها، وده بالظبط اللي هنعرفه ولكن في الحلقه الجايه. وبالتالي انت مش محتاج اقول لك انك لازم تشترك في القناه، تعمل شير ولايك وكومنت، تفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل. سلام.